هلا ننتقل لنبيل صلحاني رئيس قسم تدريب الدفاع المدني اللي خبرنا عن أرقامهم بالساعات الماضية. بونجور أستاذ نبيل. استاذ مرحبا نبيل، سمع يعطيكم العافية. انت كمان تفضل، شو عندنا جديد؟ بالنسبة للعمليات اللي قمت فيها عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، كان في 24 مهمة لإطفاء الحرائق في المناطق اللبنانية، وأغلبيتها كانت حرائق بالأعشاب، ومن ضمنها كمان في حرائق بالسيارات بالمعامل وبالكهرباء. نعم، كمان كان عندنا مهمة واحدة للإنقاذ و18 مهمة للإسعاف، كمان تدخل لحوادث التسير ونقل للمرضى، ما كان مجموع 43 مهمة خلال 24 ساعة اللي مرقت، أكيد دائما بالإضافة للمهمات المستمرة ضمن نطاق مرفأ بيروت. نتمنى للجميع السلامة، ويتذكروا دائما رقم الطوارئ 125 للدفاع المدني اللي هو موجود حتى من 24 ساعة ل 24 لتلقي أي طلب للمساعدة. وإن شاء الله ما حدا يقول شكرا. شكرا. شكرا لك، يعطيك العافية، أنت وكل عناصر الدفاع المدني.